السلام عليكم. مباراة قوية منتظرة ستجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الغابوني في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث سنتعرف في هذا الفيديو على موعد وتوقيت إجراء هذه المباراة وكذا القنوات الناقلة لها. يتواجد المنتخب المغربي والمنتخب الغابوني في المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا، إلى جانب كل من منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى ومنتخب لوسوتو، وسيحتضن ملعب أدرير مواجهة المغرب والغابون في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله. وينتظر نقل هذا اللقاء على قناة الرياضية المغربية.